وحده اليوم شنو ندير لك لا كوافور تاع المارياج ولا تاع الجنازه؟ لا لا هذه الخطا ديفورس سمحي لي ما حبش كاع يموت وما نقدرش نستنى كاين بزاف لا ليست داتونت. ربي صبرك وريا ها وريا فريضه كاينه جبت لك نوادر بيلوت هابي من الانجليز. هادو بيلوت هادو نوادر تاع شوف اخويا. واش بك فريضه هادو تاع شوفا تحمو لهم بيلوت خليفه هاك هنا عارف بلي سي تسمى انت من ديقه لديقه ما تحشمش على عرضك ما تحشمش. واش درت؟ ويفا واش درت؟ بينازان حان واضر باش يغسل وجهه سرقتهم له. ما تحشمش ما تحشمش هذاك ما بغاش يسقم مولاهم بيلوت ها بيلوت مولاهم كيلبسهم يصدم في الغاشي تحب يسوق طياره راه هنا ناش بكري كي وصلنا قال لك عوم وعس حوايجك ما قال لكش اغسل وجهك وعس نواضرك. وسمعي واش سمعت تسمعي واش صرا ثاني؟ وعلى الصعيد الدولي تمت سرقة بيض تنين جيم اوف ترون تعرفوها؟ وتم العثور على رخصة سياقة أحد من السارقين وهو ذو الجنسية الإيطالية وتضيف السلطات أي شخص يكون في حوزته البيض قد يعاقب 40 سنة سجن. وتقدر قيمة البيض ب 2 مليار أورو. البيض 2 ملاير واك شوف هذا خرج من الغرقة على فور هذا باش هذا البيض يدير 2 ملاير سير كون زياد في لاكلينيك بريفي وهذا شكون دار لافير هذايا يا حمار هذا تروح تسرق البيض دي معاك بيرمي علاه ماشي حمار انا كون جيت كيفاه 2 ملاير نبدل كاع وجهي نخدم ماسك سبيسيال بيوميتري كوزميتيك اندستريال. هيا ادخل ادخل هاوس راك شنو نخبوهم انا؟ ناد عمر واحد ما يفيق لنا مام عمر ما يفيقش اسمع خبوهم فيه والسرابت واش رايك؟ مليحة هاجا يا شنو ديروا هنا شكون نتوما؟ سراقين على بالي بلي سراقين ماشي بومبيا بصح جامي شفت بهذا كيما نتوما تجوا تسرقوا حفاف ما جيناش نسرقوا ها واش جيتو ديروا تعطوني دراهم دوكا كي شفتنا لازم ندخلوك معنا في لافير واش بلافير هادي ان شاء الله اسمع سمعت هادوك البيت تاع هوليوود هادو جيم اوف ترون واش بيه امليك خبوهم هنا عندك سمانه وعندك 200 مليون قول ايه واش نقول ايه بالعقل يا الكورير واش بيه قالوا قول ايه او خبيهم عندي لو كان يفقصوا هنا يخرج كاس ديناصور ومشي نحصل بيهم وديجا سمعت قال لك اللي سيبهم عنده 40 سنه حبس حبيتوا تباصيوني انتوما وي يا عمر يا عمر حتى تسرق بعثوا لي خالتي من الانجليز الي بروفيسيونيل خليفه انت لا لا كيف عرفتني ما كانش طناه قدك شكون اللي يكتب علينا خالتي تاع الانجليز خالتي تاع الانجليز خي سراقي بصح دوخني كيف عقلني يا عمر بورتون بدلت لافوا زعما كي قلت له خالتي تاع الانجليز عمر ما تندم سعفني يا خليفه نندم لو فات لي شتك نندم سبحان الله او دوك تباصيو لي دراعول حاش ما تجيو عندي روح انت دعني ابو الحيا اللي عنده القهوه والله غير عنده قهوه شابه رحنا ايوا كي رحت وراه المشكل كيما حبش بعثوا للسبيطار ايما حب يقول الحبس 200 مليون ولا السبيطار 200 مليون ياك هاك بديت تفهم صح هذا البيت جاب لي ربي اللي سرقوه طلياني وماشي هنا لا لا انا اللي سرقته ورميت البيرمي تاع الطلياني بالعاني باش ما يشكوش فيها يخمم انت تاني تخمم انت حبوا هاك وحابين تباصيوني ياك شد صوروا علاه يصورني اضحك يا خليفه شوف فيا شوف نولي السمانه الجايه البيض هذا ما نلقاش هنا التصويره تاعك تدور كاع في الفيسبوك زوج حبات بيض بزوج ملاير اللي زادوا في لاكلينيك هذه الدجاجة قابلتها قابلة حورية الله يرضى عليك الله يعطيك ما تمنى يا اختي ما لقاش عندك شوية كيراتين تاع الها جاني واحد الكليون بعثوا لي حبيبي مسيتي مالكي هذا مهدي مكريزي هذا ما حبش يدير لا كيراتين تاعنا قال نحب تاع الها شوية برك شوف مع بيلا بيلا اه كاينه
خويا عمر كاينه ها هي لا جديده غير دروك صحتها هذه كيراتين اونتيباتيك. اه لا 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 خلونا من المشاكل تاع اونتيباتيك صحه ديجا انا راني في الريسك راني ساعه في المشاكل خلونا عمر واش كاين عقل هذيك لافير تاع البيض اللي خاونوه ايه تاع الطليان هذيك بعيده ماشي هنايا لا بعيده سمعتها قالوا راه هنا يدور في الجزائر وي عمي عمر فينا الموقع لك السيد الجزائري لقاو لك اختفاء تاعو طايحه ونزيد لك حاجه عمي عمر انا امون افي راني سيغ بلي البيض هذا راه يدور لهنا في الجزائر لا لما يكونوا فاقوا بلي في الحانوت عندي في حانوت ايه قلت حانوت يا كي سبحان الله هي باش بلادي يهضر على الخدمه الحانوت خلو خلو واش كاين ثاني بثني من ريح عندك يا مات شهر ولا شهرين قول والله برك هاد الفريشة قاعد تقعد عندي وش حيوكلها انا باش نخليك عندي في الدار اسمها ناس نبيع فريجيدار ولا بيفي اي روح انت بين بلي ما قمطوكش كي كنت صغير هربت لهم من الفيلطاج عمر واش قلنا وتؤكد مصالح الامن ان البيض يتواجد في الجزائر وتمنح لكل من يدل بالمعلومات عن البيض بمبلغ 10 مليار سنتيم ويا تبرادي على البيض تاع جي مليار وبالله راه تخدم به لي ماسك هاي قالوا البيض اللي يعطيهم معلومات 10 ملاير واللي يسيبوه عنده شحال يحبس 10 سنين دقيقة يا روح لعاش ميولي هنا كارت باسينا اون لايف ايش امها من هاشمي ما لاغدو ان شاء الله ها من هاشمي خلو شنو هذا بعد ملتم بعد هذاك الشامبوان تاع الناس وغالي ما يتكلش روح مع عمك لهاشمي باقي يشري لك كاسكروت في الطريق ولا ايوا قلتلك روح معاه ما قلتلكش ديه دارو شو ساندويتش سي تهضر له على الماكله يخرج منه العقل عمي الهاشمي خلص لي عشا خالو تمسخر بيا شري لي حبه بيتزا كاري الفتاه في يدي خلاص هيا واش درنا ما درنا والو خويا تاخذ رايي ارفض البيض تاعك وروح ربي ساعه يا هما خم الملاير راهم في اللعبه بكش ما انت الملاير ايماجين نتايا نديرو افير شابه نحيطو لا بوليس إيه؟ يديو السراق يضربوه ب40 سنه ما يجي يخرج حتى تكون مت وانا نكون درت لافير يا حم باباك واش نقولو لا بوليس السلام عليكم سلام الله يا خوتي جي كنا جاهزين لقينا البيض في الحانوت مليحه تخمم هايله قول والله ويا منوني سير كي نقولهم في الحانوت زعما كنت انت معايا ولقيناهم زهر يا عمر خمم والله غير مليحه كانت باصينا نتا على بالك كانت باصينا انا نعيط على باب الله واللي فيها الخير بيجيبها الو الشرطه جوزو اختي كاليسيا جوزي الدار دارك شوفي كاليسيا اختي باذن الله العشر ملاير تاعك راهي في الحفظ والصون انا نهار الاول كنت نعيط لابوليس هذا اللي هددني نقولك حاجه يا عمر تخلصها غالي لما بعتك للسبيطار ما تسمش سراق على 40 سنه ان شاء الله اذا كانت العمر طويله وخرجت من الحبس وير ار ماي اكس الاكس البيض تاعك كان هنا يا بينا فوضى وش كدير هنا خالو بصح ما قلتليش بلي الشامبو تاع البيض بنين وحده درتها في شعري وحده درتها في الفريد كانت ناشفه تاكل خالو بديت نشبع تاكل مخك ان شاء الله يا البناء الفوضوي ريبتنا كاليسيا ما يخصكمش دراغون في سيزون 4 باطل